ظل المقداد، ربما هنالك تحديثات، هنالك غارات كما يبدو على خان يونس أسفرت عن 23 شهيد و50 مصاب. ما تفاصيل هذه الغارة؟ التفاصيل هو أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، تتوقف في مكان وتستأنف في مكان آخر. قبل نحو نصف ساعة من الآن أو أقل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مدينة خان يونس، تحديدا في منطقة جورتلوت في حي بطن السمين في تلك المنطقة. استهدفت الغارة 4 منازل، أسفرت عن استشهاد هذا العدد وانتشال هذا العدد. هناك عدد آخر، حسام، لا زال تحت الأنقاض، خلال الساعات المقبلة ربما يرتفع هذا العدد. ما صدر من إحصائية محدثة قبل قليل هي من وزارة الصحة الفلسطينية، وأن عدد كبير من فرق الدفاع المدني والفرق الطبية لا زالت تتواجد في المكان، خشية من أن يكون هناك بالفعل يعني مزيد من الناجين أو حتى مزيد من الضحايا الذين قد يتم العثور عليهم في خلال هذه العملية وهم تحت الأنقاض. من جهة أخرى، استهدفت قوة الاحتلال الإسرائيلي أيضا غاراتها على المنطقة الشمالية والشرقية من مدينة غزة، واستهدفت أيضا في منطقة شمال مدينة غزة شقة سكنية أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين. في دير البلح أيضا كان هناك استهداف لحي سكني وتحديدا لمنطقة سكنية في منطقة أبو عريف. أسفرت هذه الغارة الإسرائيلية عن استشهاد عدد من المواطنين، تتحدث المصادر عن استشهاد 7 شهداء أو انتشال 7 شهداء وأكثر من 10 جرحى، ولا زال العمل جاريا في تلك المنطقة. الأوضاع بشكل عام لا زالت تعيش حالة توتر كبير، التصعيد هو سيد الموقف. لا يوجد حديث حتى الآن عن وقف إطلاق النار أو مبادرة لوقف إطلاق النار أو حتى مجرد الحديث عن التفاوض لوقف إطلاق النار. الحديث بالفعل هو لصوت الرصاص والصواريخ وليس لصوت للدبلوماسية، وحتى هذه اللحظة على ما يبدو لم ينجح أحد في اختراق جدار الصمت حول هذا الموضوع، وبالتالي لا زالت الأوضاع تراوح مكانها حتى الآن.